اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عياده الكونسلتو. انا دكتور نور اطامش، اخصائي تجميل الاسنان، مكملين معاكم عرض اهم النصايح خلال شهر رمضان. طبعا ناس كتير متخيله انها لو راحت لدكتور السنان وقت الصيام ده حاجه ممكن تفطر. بالعكس، مفيش اي مشكله خالص. بنج السنان ما بيفطرش، شغل السنان في نهار رمضان ما بيفطرش. ده بالعكس، احنا لازم نروح عشان نحافظ على لسه نظيفه واسنان نظيفه، ونتجنب الامراض اللثويه اللي ممكن تحصل خلال الصيام بسبب جفاف الفم. وتنظيف اللثه وتنظيف الاسنان هيبقى ضروري جدا عشان نتجنب رائحه الفم ونتجنب الالم اثناء شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء في الحلقه القادمه.